سلطات دانيسك أهمية كبرى للتعامل مع أسرى الحرب الأوكران، سواء ممن أسروا خلال المعارك أو من سلموا أنفسهم للقوات الروسية. هؤلاء الأسرى يقولون إن نظام زيلينسكي ضللهم ودفعهم لقتال جيرانهم وأقاربهم بالدم. حمل السلاح والتوجه إلى القتال أكبر خطأ ارتكبته في حياتي، ما كان علي فعل ذلك. على سلطات كييف أن تبتعد عن الانضمام إلى حلف الناتو. يمكن وقف إراقة الدماء إذا توقف حلف الناتو والولايات المتحدة عن التدخل بين روسيا وأوكرانيا. تجمعنا بروسيا علاقات مشتركة من التاريخ والثقافة والقرابة واللغة المشتركة. أمريكا بعيدة عنا وعن تاريخنا. الأوكرانيون يخضعون منذ عام 2000 لغسيل دماغ وتنمية للعنصرية تجاه الروس. يتحدث الأسير أنطون عن انطباعاته جراء الحرب الدائرة ومن هو اللاعب الأكبر فيها، دون علمه بمبادرة سلطات دانيسك الإنسانية لجمعه مع عائلته هو ومجموعة أخرى من الأسرى. أشكر من حضر لهذا اللقاء بعد أن فقدنا الأمل. لا أريد أن أقول إننا سنعاود اللقاء، بل سننتظر عودته إلى البيت وطي هذه الصفحة القاتمة إلى الأبد وفتح صفحة جديدة. بعيدا عما اقترفه الأسرى بحق سكان دنباس خلال مشاركتهم بالقتال في صفوف قوات كييف، إلا أن المشاهد الإنسانية تتجلى في لقاء الأسرى بذويهم. عندما انقطع الاتصال بزوجي لجأت إلى السلطات الأوكرانية للسؤال عنه ولم أحصل على جواب. خرجت مع عدة نساء يعانين مثل ما أعاني للاحتجاج، لكن دون فائدة. توجهت إلى دول أوروبية للبحث عنه دون جدوى. لا أريد انتظار أي تبادل تختار فيه كييف من تنتقيهم حسب مزاجها. حينها قررت اللجوء إلى السلطات الروسية. بعد ذلك بادرت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك داريا ماروزوفا لمساعدتي، وقد نجحت بالعثور على زوجه. لم تنصت أليسا لمزاعم السلطات في كييف التي أرادت إقناعها بأن زوجها في عداد المفقودين. لم تقطع الأمل بالعثور عليه بعد لجوئها للسلطات الروسية. بعد مساعدة السلطات الروسية والعثور على زوجي وأطلاق سراحه وعودته إلى الحياة الطبيعية، أخذت على عاتقي العمل على مساعدة النظراء من الزوجات والأمهات اللاتي اعتبرن أزواجهن وأبنائهن مفقودين حسب تصريحات نظام كييف. كثير من الأسرى ينتظرون لقاء عائلاتهم ضمن هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحتها السلطات الروسية في جمهورية دانيسك.